مفاجأة من العيار الثقيل، أذهلت أكثر المتفائلين بمستقبل مصر، وحطمت كل دعاوى الإعلام المأجور عن فشل مصر الاقتصادي وهروب الاستثمار. مؤسسة FDI ماركتس التابعة لفاينانشال تايمز أعلنت عن تقريرها لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، وفجر مفاجأة فاقت كل التوقعات. التقرير بيتضمن تتبع لاتجاهات خروج ودخول الاستثمارات الأجنبية من وإلى دول العالم خلال عام 2022، والمفاجأة والقنبلة إن التقرير أعلن إن مصر كانت الوجهة الأولى في العالم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث القيمة في 2022، وجاء بعدها الولايات المتحدة وبريطانيا. تاني كده، مصر الأولى عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي، الأولى عالميا وليس إفريقيا أو عربيا فقط، ولكن عالميا قبل أمريكا وبريطانيا. هل ده كلامنا؟ هل ده كلام الحكومة المصرية؟ ده كلام مؤسسة FDI ماركتس التابعة للفاينانشال تايمز، كما هو ظاهر أمام حضراتكم، وحترك لحضراتكم اللينك في التعليقات. التقرير بيثبت ما كنا نقوله منذ أكثر من عامين، وسخر البعض منه لأنه لا يصدق أخبار إيجابية عن بلده إلا إذا جاءت بختم أجنبي للأسف. التقرير بيعلن بكل وضوح إن مصر دخلت عالم الكبار، وبقت بتتقارن بأكبر وجهات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في العموم، وخصوصا في مجالات الطاقة المتجددة اللي بقت أكبر المجالات جذبا للاستثمار في 2022 بعد الصدمة اللي حصلت في أسعار البترول والغاز. والكلام ده ياخدنا لعدد من الأسئلة: إزاي مصر حققت المعجزة دي؟ إيه هو موقف الاستثمار الأجنبي في العالم وإيه نصيب مصر منه؟ وإزاي مصر قدرت تجذب الكميات دي من الاستثمار الأجنبي؟ ولو صحيح فعلا إنها الأكبر في جذبه، ليه عندنا أزمة دولار؟ وإمتى الكلام ده هينعكس على خفض الأسعار؟ خصوصا إن المشروعات دي زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي بمئات المليارات من الدولارات. بداية كده لازم نعرف إن قيمة مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعلنة في العالم كله السنة اللي فاتت وصلت 1150 مليار دولار، يعني أكبر من الاقتصاد المصري بالكامل 3 مرات تقريبا. والفلوس دي اتخصصت ل 16 ألف مشروع تقريبا، وأهم قطاع ارتكزت فيه زي ما قلنا هي الطاقة المتجددة. بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية اللي خلت العالم كله يعرف قيمة الطاقة وتأثيرها على حياة الشعوب، مش بس في مجالات الصناعة والزراعة وخلافه، لا، على أكلهم وشربهم بطريقة مباشرة للغاية، لدرجة إن غياب الطاقة دلوقتي مسبب أزمة جوع طاحنة في بريطانيا بحسب دراسة لمعهد دراسات التنمية بجامعة ساكس الإنجليزية. عشان كده كل دول العالم ركزت على الاستثمار في الطاقة المتجددة اللي ممكن تنتج محلياً، خصوصا في الدول الأوروبية أو في دول الجوار الأوروبي اللي عندها معدلات استقرار عالي، وفي نفس الوقت بيمثلوا شركاء تنمية يمكن الاعتماد عليهم زي مصر والجزائر والمغرب. وده سبب قفزة في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة إلى أعلى قيمة له في التاريخ على الإطلاق، لما كذب استثمارات بقيمة 343 مليار دولار في 527 مشروع بزيادة قدرها 158% خلال العام الماضي. لك أن تتخيل أن مصر لوحدها أخذت نصيب الأسد من الاستثمارات دي بحوالي 110 مليار دولار، يعني تلت الاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة أخذتها مصر لوحدها. عشان كده هنا التقرير بيضرب مثال بمصر وبيقول أنها قدرت تجذب 19 استثمار من بين الأكبر على الإطلاق من الشركات اللي بتشتغل على تطوير الهيدروجين الأخضر، ومعظم الاستثمارات دي اتركزت في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. خدوا بالكم إن القطاع الثاني في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم كان قطاع الفحم والغاز والنفط باستثمارات بقيمة 104 مليار دولار بنسبة زيادة قدرها 538%. وأنا هنا بركز على ده لأنه دايماً أعداء الدولة بيقولوا لك إن الاستثمارات الأجنبية اللي بتجذبها مصر بتتركز في قطاع البترول وكأن دي سبة أو إنها حاجة غلط، بينما ده اتجاه عالمي. مش بس كده، ده مدر بشدة للتدفقات الدولارية السريعة كمان، لأنه بيطلع منتج مطلوب بشدة سواء كان غاز أو بترول. مش بس كده، ده لو حصل وما طلعش سريعا هتضيع قيمته على مصر، لأنه زي ما حضراتكم شفتوا دلوقتي العالم رايح بسرعة الصاروخ للطاقة المتجددة اللي هتقلل قيمة الغاز والبترول بشكل كبير للغاية. يبقى نطلعه دلوقتي ولا نسيبه تضيع قيمته علينا في الأرض؟
نرجع لمشروعات الطاقة المتجددة واللي مصر كانت الأولى في العالم في جذب الاستثمارات فيها، خصوصا مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وشكلت لوحدها 16% من إجمالي الاستثمارات في المجالات دي على مستوى العالم بإجمالي 110 مليار دولار، وسبقت أمريكا وبريطانيا اللي جذبوا مشروعات ما بين 110 مليار و 104 مليار دولار. وطبعا بفارق ضخم مع كل الدول الإقليمية المنافسة زي الإمارات أو السعودية أو تركيا وغيرهم، لدرجة إن الإمارات واضح إنها قالت الكلام ده مش نافع، وقامت استحدثت وزارة كاملة للاستثمار والهيدروجين الأخضر علشان تحاول تدخل المنافسة من تاني مع مصر. بالعودة للأرقام، الأرقام دي مهمة للغاية من ناحيتين لازم حضراتكم تفهموهم كويس. إنه مشروعات مصر للتحول لمركز إقليمي لتداول الطاقة اللي اتبنت بسببه عدد كبير من المشروعات زي محطات سيمنز، مشروعات الطرق اللي بتربط المحطات دي ببعضها وبتربط المدن الجديدة ببعضها علشان تسهل مد شبكة الكهرباء، ومحطات التحكم في الشبكة القومية في القاهرة والإسكندرية، العاصمة الإدارية نفسها اللي واحدة من أهم أهدافها التحكم في كميات الطاقة الضخمة اللي هتتمرر عن طريق مصر. كل المشروعات دي اتهاجمت بشدة وحاولوا يشوهوها ويعطلوها، والنهاردة بنشوف ازاي من قبل حتى ما تكتمل انها جابت اثارها وكلنا هناكل منها، وانعكاساتها الاقتصادية هتبان فعلا حتى قبل التاريخ اللي حدده الرئيس في 2025. المشروعات دي اللي دايما كانوا اعداء الدولة بيسألوا عنها، احنا هناكل من الطرق، ايوة هناكل من الطرق ومحطات الكهرباء والعاصمة الجديدة والمدن الجديدة، لانه المشروعات دي زي ما التقرير بيقول انه المشروعات دي بالذات هي اللي عظمت قدرات مصر ومكنتها من انها تجذب 19 من المشروعات العملاقة اللي استثماراتهم وصلت الى حوالي 100 مليار دولار، وده 3 اضعاف اكبر قيمة مسجلة في تاريخ مصر في عام 2016 لما قدرت تجذب مشروعات عملاقة بقيمة 35 مليار دولار. والحاجة التانية اللي لازم ناخد بالنا منها انه المشاريع دي بتجذب العملة الصعبة مش بتضيعها زي ما الترندات المشبوهة بتحاول توصل لحضراتكم. التقرير بيقول كده حرفيا ان قدرة مصر على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر رجع لقدرتها على استضافة المشاريع العملاقة اللي كانت السبب في جذب 97% من اجمالي الاستثمارات المعلنة لمصر. من ناحية تانية، مصر خلال عام 2022 اللي اتقال فيه ان مصر بقت طاردة للاستثمار الاجنبي، وانه المصانع بتسيب مصر وتهرب، وانه ما عادش حد عارف يشتغل في مصر، التقرير بيقول ان مصر قدرت تجذب 148 مشروع بقيمة 107 مليار دولار بيشكلوا 41% من اجمالي الاستثمارات المتدفقة لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا بالكامل. يعني مصر اللي طاردة للاستثمار في الاعلام الاخواني والبريطاني الناطق بالمصرية اخدت لوحدها نص الاستثمارات الاجنبية الموجهة للاقليم لوحدها، وسابت لباقي الدول النص التاني، وده بنسبة زيادة قدرها 155% عن السنة اللي قبلها، ودي أكبر نسبة نمو في المنطقة بالكامل. لو أخذنا نظرة سريعة على مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر هتلاقوا حضراتكم أننا عندنا 19 مشروع متوقع عقدها بالفعل لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، من بينها 13 في منطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الاستثمارات الضخمة دي جاية بسبب القدرات المصرية الكبيرة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة لقرب مصر الشديد من أهم مناطق الاستهلاك في أوروبا، والاتجاه الأوروبي المتزايد في الوقت الحالي للبحث عن بدائل للطاقة الروسية، وأخيراً الانخفاض المتوقع لأسعار الطاقة المتجددة المولدة في مصر مع زيادة السريعة في المشروعات المتفق عليها. التقرير ركز على مشروعين ضخمين للغاية من بين المشروعات دي، وهما أولاً مشروع مجموعة ACME الهندية اللي مقررة تبني مصنع للهيدروجين الأخضر بقيمة 13 مليار دولار في العين السخنة على مساحة 4.5 مليون متر مربع عشان ينتج 2.2 مليار طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. أما المشروع الثاني فهو مشروع لشركة بريطانية بتعتزم بناء مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 3.6 جيجا وات بعد تشغيل محطة طاقة بقدرة 9 جيجا وات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والمشروع هيتضمن محطة إنتاج هيدروجين أخضر باستثمارات 11 مليار دولار على مساحة 10 مليون متر مربع بطاقة 2 مليار طن سنوية. طيب لو مصر قدرت تجذب الاستثمارات دي كلها هي فين؟ وليه عندنا أزمة دولار؟ لأنه يا صديقي دي استثمارات معلنة هتبدأ في التدفق،
لسه ما بدأتش وهتبدأ خلال السنة دي، لكن اتوقعت العقود بتاعتها. والموقف العالمي بسبب النزاع بين أوروبا وروسيا بيدفع بشدة في اتجاه إنها تتنفذ بأقصى سرعة. علشان كده الرئيس كان واثق جدا وهو بيقول إن أزمة الدولار هتتحول لتاريخ، وحننساها زي ما نسينا دلوقتي أزمة كورونا والضغط بتاع البرنامج الإصلاح الاقتصادي وخلافه بمجرد بدء التنفيذ الفعلي لهذه العقود بداية من العام الحالي. وبالمناسبة حتى الاستثمار الأجنبي المباشر اللي دخل بالفعل، احنا برضو في المركز الاول افريقيا وعربيا ب 12 مليار دولار، يلينا الامارات ب 1.5 مليار، ثم السعودية ب 8 مليار. ومصادر الارقام دي الصحف الاماراتية والسعودية نفسها كما هو ظاهر امام حضراتكم. اذا الصراع صراع وقت، عشان كده مع كل يوم بيعدي اعداء الدولة هيتجننوا، لان فرصتهم في استغلال الازمة بتقل، وفي نفس الوقت موقف الدولة المصرية بيقوى اكتر لأنها زرعت وخلصت ومنتظرة الحصاد. وعشان كده هتلاقي الهجمات والإشاعات بتتكثف الفترة اللي جاية بشكل أكبر، لأنه زي ما قلنا قبل كده إحنا على وشك الخروج من أكبر فرصة لأعداء الدولة للإنقضاض علينا. وعلى الرغم من كده زي ما حضراتكم شفتوا الدولة ثابتة وراسخة في مكانها وبتسبق كل المنافسين وبتتجاوز الأزمة ورا التانية بفضل صبر المصريين اللي ربنا هيكافئ تحملهم في الآخر بأكثر مما يتصوروا. حفظ الله مصر من كل سوء وأعلى من شأنها كمان وكمان، وجعلها كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.